غير النصائح والتعليق على موضوع كورونا، في موضوع تحديدا شاغل منصات التواصل خليجيا وعربيا، وهو ببساطة القاعدة في البيت. كثير هاشتاجات وحملات وفيديوهات نشطت بتحث الناس على البقاء في منازلها إلى حين السيطرة على تفشي كورونا. عبد الله الحسين صانع محتوى سعودي عبر عن هذه الرسالة بفيديو مبتكر لاقى تفاعلا واسعا. الكويت كمان تحرك أطباء ومختصين وتكلموا في نفس الموضوع، اقعدوا في البيت. قعدوا بالبيت. تدري ليش؟ خلاص اشرح لك. تخيلوا معي لو شخص عنده كورونا المستجد، وتخيلوا ما يشتكي من ولا شيء، وهذا الرجال جاك الديوانية وسلم عليك، وبعدها نقل لك فيروس الكورونا، وعقبها تسلم على 10 من ربعك، وواحد منهم في ام اس وياخذ علاج. الحين حسب معي، 1 2 3 4 5 6 وانت ترد البيت وتبوس عيالك وعيالكم صعدوا عند يدتهم اللي فيها القلب. الحين كم واحد صار في الكورونا؟ انت احسب. وكم واحد فيهم راح يتعب؟ رسالتنا لكم اليوم قعدوا بالبيت والتزموا بالتعليمات. الشعور بالمسؤولية واجب وطني وانساني. تكفون قعدوا في البيت. قعدوا في البيت. وزير الصحة الكويتي دكتور باسل الصباح كان بالمناسبة من يومين ما لقى وسيلة لإقناع الناس بالتزام منازلهم إلا أنه يستحلفهم بالله. والناس تخالط يعني بعضها وتذهب إلى تجمعات العامة مثل الأعراس ويعني الديوانيات والتجمعات الأخرى وتنقل هذه الأمراض من غير قصد. يا جماعة الخير، أنا يعني أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم، ولزم يعني إلزامكم ببيوتكم.